هذا اللي كلمتك عليه من بدري شويه استاذ فيتوري، قلت لك على اساس ان المفترض احنا عندنا قانون حمايه مستهلك في ليبيا، القانون التجاري او الفصل اللي موجود في القانون التجاري هذا لا يضمن كل حقوق المستهلك، فلما يكون عندنا قانون حمايه المستهلك وموجوده في هذا القانون خلال 15 يوم مثلا كمثال مثلا في واحده من المواد او واحده من نصوص هذا القانون خلال من 15 يوم ووجود عطل بالجهاز يحق للمستهلك انه هو يرجع للمحل بنص قانوني، ففي حالة الشكل ويكون عنده مثلا شكوى قانونيه فمن حقه انه هو يدعي حتى قانونا ويلتجا للقضاء ويحق لانه هو يقاضي المحل او التاجر بهذه المشكله، وبالتالي التجار هنا حيكون مدرك لابعاد هذا القانون. هذا إذا افترضنا أن هناك قانون يحمي هذا المستهلك، وأنت ذكرته أنه لا يوجد قانون، يعني أنا في ظل غياب القانون كيف لي أن أكتشف هذه العيوب في هذه السلعة الآن؟ هو اكتشاف العيوب الآن طبعا في أمور فنية ممكن أنك أنت تكتشف عليه حسب أنواع السلع، تصنيف السلع وكل سلعة لها عيوبها الخاصة بها، الأجهزة الإلكترونية لها مواصفات خاصة ولها برامج خاصة حسب المواصفات الليبية وحسب المواصفات الدولية المعتمدة داخل ليبيا. المواد الغذائية حتى هي عندها مواصفات معتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبي. نرجع لهذه المواصفات ونشوف مدى مطابقة المنتج أو السلعة لهذه المواصفات المعمول بها داخل ليبيا، في حال عدم مطابقتها المواصفات تعتبر السلعة غير جيدة. نعم.